too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Go on, just do what you do. As I pray for you, I pray for you. Let me be. As I pray for you, pray for you. أمامي هذه الكرة، نعود في الجهة اليسرى، محاولة المنير يرسل كرة إلى أقصى اليسار، محاولة المرور والتقدم، دائر كروما يعيد الكرة ليتقدم بكرة إلى مازن الثاني، مازن إعادة الكرة لفائر كروما من خلال الكرة الماضية على الكرة لجارد السويق. As I pray for you, cry for you, oh, oh. Let me plead. As I pray for you, cry for you, oh, oh. Let me plead. Let me plead. Let me. فرصة خطيرة عند الهروب أولا طبعا من الوضعية الصعبة التي يعيشها نادي السويد. محاولة هذه النجوم التي تكيف مع بعضها البعض، لأن النجوم
حقيقة يعني معروفة للفريق كما ذكرت، لكن الجمهور بشخصية البطل وبشخصية كذلك الذكريات الطيبة. يا سلام على تصويبة قوية من لقطة الرؤية سقوط ركلة يسار، ركلة دخيل اليحمدي، تعود الكره الان لمصلحه السويق، شوط ثاني جميل، شوط ثاني اجمل داخل متنرفز ما عنده ترتيب. هم الوحيد ماذا سيحدث؟ هذه كره منقوله للامام، محاوله قائمه من الجهه اليمنى، المرور في اللقطه الماضيه، القرار ماذا؟ القرار ضربه ركنيه، القرار ضربه ركنيه من ثائر كروما إلى داخل منطقة الجزاء الرأسية. وين؟ رأسية مفقودة في اللقطة الماضية، تعود مرة أخرى لمصلحة السويق، لمسة للأمام على الجهة اليسرى، الآن يصنع هدف ثاني لمصلحة السويق في اللقطة الماضية، تعود الكرة في منتصف الملعب. لا هذا هذه